نبدأ مع حضراتكم الحلقة النهاردة وأولى أخبارنا. وإمبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة، وبعدها تم عقد مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. ورحب السيد الرئيس بسمو الأمير القطري ضيفا كريما على مصر، وتمت تهنئته بمناسبة ذكرى تولي مقاليد الحكم في دولة قطر. تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة في سياق العرض التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه سمو الأمير القطري ضيفا كريما على مصر، مهنئا سيادته إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، ومؤكدا أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين. من جانبه تقدم سمو الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه السيد الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدما بالتهنئة إلى السيد الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيد الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة. مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في مصر، من ضمنها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الغربية، وتفقده مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كمان تفقده المنطقة اللوجستية في طنطا لمتابعة ما تم فيها من أعمال تطوير، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الجولة التفقدية اللي عملها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في محافظة الغربية علشان متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتة. وقال رئيس الوزراء إن زيارتنا جت لتواصل المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى المصرية، ونستكمل أيضاً المتابعة من محافظة الغربية خصوصاً القرى التابعة لمركز ومدينة زفتة. وبنأكد على استمرار العمل في هذا المشروع القومي الضخم اللي بيستهدف النهوض بمستوى وجودة حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري. وبعد انتهاء جولته التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز زفتة، عقد الدكتور مدبولي مؤتمر صحفي قال فيه إن القرية نموذج من نماذج التطوير اللي هتشمل كل القرى المصرية، وإن مركز زفتة بيسكنه 600,000 نسمة وبيتم فيه تنفيذ أكتر من 1,000 مشروع في وقت واحد، وقرية نهطاي هي قرية من القرى الأم. كمان زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة اللوجستية في سيبر باي في طنطا ضمن جولته في محافظة الغربية، وحرص رئيس الوزراء خلال جولته في مدينة طنطا على تفقد أعمال التطوير اللي بتتم على منطقة الكورنيش بالمدينة، وأكد إن اللي بيتم تنفيذه من مشروعات هنا هو هدفه الأساسي توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين
وقال: نتمنى منكم أن تحافظوا على هذه المشروعات. واختتم الدكتور مدبولي زيارته لمحافظة الغربية بتفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي في مدينة طنطا، وتفقد أيضاً أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي والساحة الخارجية المؤدية له. وبعد كده دخل رئيس الوزراء والمرافقين اللي معاه المسجد بصحبة مسؤولين وزارة الأوقاف ومشيخة المسجد، اللي قدموا مصحف شريف هدية للدكتور مدبولي للتعبير عن ترحيبهم بالزيارة. كمان يعني خلينا نروح لبعض المحافظات، والمحافظات اللي شهدت أحداث مهمة حصلت فيها امبارح. كان أبرز هذه الأخبار تطعيم 10260 مواطن ضد البلهارسيا في أسبوع في محافظة المنوفية، وأيضا تخصيص أراضي بالمجان لإقامة مصانع وتوفير فرص عمل للشباب في الوادي الجديد، وأخبار تانية هنشوفها من محافظات أسوان وشمال سيناء ومطروح. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، من بينها إن المهندس سعد خضر مدير المنطقة الصناعية بالدخلة التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالوادي الجديد أكد إن الأراضي المطروحة للشباب بالمجان لإقامة مشروعات صناعية وغذائية بتخدم المحافظة وبتوفر فرص عمل حقيقية لجميع فئات المجتمع، وإنه تم افتتاح مصنع لصناعة الأكياس البلاستيك من أيام، وهو مشروع فريد من نوعه بالمنطقة الصناعية، خصوصاً إن المنطقة الصناعية بتحظى بالعديد من المصانع اللي ساهمت بشكل كبير في توفير الخامات والأدوات اللازمة لجميع الأغراض. الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قال إنه تم الانتهاء من فعاليات ختام الأسبوع الأول من حملة التطعيم الجماعي للسكان ضد البلهارسيا ببؤر الإصابة المكتشفة من خلال العينات العشوائية، بالإضافة لعلاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر، وأوضح إنه تم تطعيم 10260 مواطن على مدار 5 أيام من بداية تدشين فعاليات الحملة. اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تابع الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجانب القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. واستهدفت القوافل قرية إقليت التابعة لمركز كومامبو وقرية كلح القارة التابعة لمركز إدفو، وتم إجراء الكشف الطبي على 3166 مواطن ومواطنة. مدن العريش والشيخ زويد بشمال سيناء شهدت جولة انطلاق جديدة لقوافل الوديان الثقافية اللي نظمتها وزارة الثقافة. شملت القوافل عدد من الأنشطة، منها ورش اكتشاف مواهب الأطفال والشباب وسينما الوديان اللي تضمنت عروض أفلام كرتون للأطفال والأفلام الوطنية والوثائقية، ورش حرف يدوية للمرأة في مجال النول والتفصيل. المسؤولين في منظمة اليونسكو الدولية كرموا عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وأهدوه درع التفوق القيادي والتميز الوظيفي تقديراً للتطور الواضح داخل المنظومة التعليمية والتعاون المثمر مع المنظمة الدولية من خلال تطوير المنتج التربوي في مدارس المحافظة. الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أكد إنه في إطار دعم الجامعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والشمول المالي بالجامعة، تم إجراء جرد إلكتروني لمخازن إدارة الجامعة لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بعد الانتهاء من رقمنة مخازن الإدارة، خصوصاً إن الجامعة حققت قفزة كبيرة في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في ضوء رؤية مصر 2030. الدكتور وليد ندى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق قال إنه تم بدء التشغيل التجريبي للمستشفى الجامعي في مدينة العاشر من رمضان، وإن المستشفى صرح طبي كبير تم إنشاؤه في إطار اهتمام الدولة بتوفير خدمة صحية متميزة للمواطن، وهيتم البدء في تشغيل العيادات الخارجية للكشف على المرضى وتوفير الخدمة الطبية.